السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الأعزاء، اليوم وياكم بجامعة جديدة اللي هي جامعة عبد الله غول الحكومية، جامعة كل برامجها بالإنجليزي ومفتوح التقديم بكالوريوس وماستر ودكتوراه، وتقدر تقدم عليها من البكالوريوس مباشرة للدكتوراه. تابع الفيديو هذا شامل لكل التخصصات من البكالوريوس للدكتوراه. أول شيء نجي على المحتويات، هنتكلم عن الجامعة وموقعها، التخصصات، شروط التقديم، كيفية التقديم، امتحان اللغة، نظام الطالب الخاص، هذا راح يكون للماستر الفوق. نجي وراها على البكالوريوس، نذكر الأقسام المتوفرة وكيفية التقديم، ونتطرق للأقساط والسكن الجامعي. الحلو بيها أن الجامعة توفر سكن جامعي للطلاب الأجانب، وعندنا مواعيد مهمة. ننتقل على نبدأ عن الجامعة. طبعا الجامعة في محافظة قيصر، محافظة جميلة يعني، بس مو سياحية، بس حلوة ومرتبة ومتطورة، ووسائل النقل حلو بيها يعني مرتبة. قيصر يعني قريبة لأنقرة بس على شيء مصغر. الجامعة حديثة وحكومية، الجامعة تقريبا يعني ممكن بال 2010-2012 بنت الجامعة وترتبت. جامعة الديزاين مالتها تقول جامعة خاصة أهلية، مرتبة كلش بناياتها بالداخل، وبعدها جديدة الجامعة وحلوة، موقعها جدا حلو، قريب عن على سنتر المحافظة، يعني كلش قريب مو بعيد. الحلو بالمحافظة بيها هاي المواصفة، تشمل المحافظة كلها. اكو كارت سعره ما يقارب 40 دولار بس تشتري، طبعا هذا بس للطلاب، بس تشتري سنه كامله تنقلك كله مجاني بهذا الكارت. هاي المحافظه بها جامعه ارجس، ان شاء الله ننشرها بس ينزلون الاعلان. نجي على التخصصات المتوفره، هذا قدامك الفيديو. طبعا جامعه ما بها تخصصات هواي، مثل ما قلنا هي جديده، فطبعا البرامج كلها انجليزي، فهاي التخصصات وقدامها المرحلة الدراسية وعدد المقاعد. يعني انا عندنا هذا الماتيريال ساينس اند ميكانيك بس دكتوراه اكو، عندنا مثلا النانو تكنولوجي بس ماستر، البايو انجينيرينج فقط ماستر، وهاي المقاعد كلها قدامكم. شروط التقديم هذني مذكورات قدامكم، جواز السفر، شهادة الدرجات، شهادة جدارية، غرض من الدراسة، رسائل توصية، صور شخصية، GRE، توفل أو ما يعادله، أكو مقابلة وسيرة ذاتية. نجي نفصل هن. طبعا الجي آر إي مطلوب للماستر أو للدكتوراه 153، عدد الطلاب اللي يقدمون مباشرة. أكو طلاب يقدم من البكالوريوس للدكتوراه، لا هذا مطلوب من 156. المعدل ما مطلوب لا ماستر ولا دكتوراه، بس اللي يقدمون للدكتوراه من البكالوريوس لازم معدل بكالوريوس 80. نجي على اللغة، اللغة شوية طالبين عالي، اللغة طالبين توفل 87، PT 74، يدسة 73، أو امتحان الخاص بالجامعة 70. امتحان الخاص بالجامعة معترف به بكالوريوس وماستر، للدكتوراه ما مقبول، بكالوريوس أيضا مقبول. الجامعة موضوع اللغة كلش حساسة وطالبة لغة عالية، السبب انه الجامعة الكادر مالتها عبارة عن اتراك خريجين امريكا بريطانيا، عبارة عن اساتذة اجانب، هنود، يابانيين، اوروبيين، الكادر مال الجامعة، فعندهم انجليزي يعني فتشي، كل تحكي انجليزي، الطب من باب الجامعة، باب الجامعة تطلع انت كل انجليزي. الجامعة ما أنصح الطلاب اللي سخطون يروحوا لها، لأن جامعة دراستها قوية نوعا ما ولها مستقبل جدا قوي بتركي هاي الجامعة. هنا عندهم جامعة ذاكرة شيء حلو، حساب معادلة القبول، يعني مسوين فد معادلة معينة، أنه شوف الماستر 50% على الجي آر إي، ومعدل كلية 15% و 35% على المقابلة، الدكتوراه هاي المعادلة، وهاي المباشرة من البكالوريوس هاي المعادلة قدامك شوفها، بشرط انه تكون الدرجة الكلية للمعادلة هي 75%. يعني نفرض انه الجي آر إي انت من 50-40، معدل الكلية 10-50، لازم بالمقابلة تحصل 25% اقل شيء. بس انا في رأيي يعني يقبلوني يمشون، هاي ذاكري هم، بس اللي عنده جي آر إي وعنده توفل وكل شيء كامل يمشون يعني. انتهينا من هذا الموضوع.
يعني انترفيو راح صعب مقابل شيء بسيط. كيفية التقديم أونلاين عن طريق رابط أسفل الفيديو موجود بالوصف. قنطب نشوف الرابط. هذا رابط قدامك راح يفتح. أول شيء شو تسوي؟ تجي هنا نيو يوزر تدوس عليها. طبعا أنا مالي المعلومات هاي تمليهن إيميالك باسورد إيميالك اسمك اسم أبوك هنا تليفونك هنا هم تليفونك. إيش راح تجيك وهاي أتمنى تنتبهوا لها. راح تجيك هيك رسالة. هاي رسالة شو تسوي؟ هذا مو الباسورد انتبه هنا تدوس على هذا الرابط اللي يجيك بالإيميل تنزل هنا. أنا شوية صار عندي خطأ. تنزل هذا الكود اللي عندك تنزله بالرابط وراها تكتب الباسورد. بعد ما تكتب الباسورد وتسوي له سيف ترجع من جديد على رابط التقديم. يعني شوية هي هاي الفقرة. تكتب هنا الجامعة اللي انت تريد تقدم لها. تكتب الباسورد. يعني هاي الخطوة مهمة. شفتها شوية فيها قاعدهم لوج ان. خلاص انت شو تسوي هنا؟ راح تدخل للابليكيشن تجي هنا تملي معلومات. هاي معلومات بالانجليزي اسمك دولتك تكمل تمليهن. هذا يعني اذا تتابعون الفيديوهات السابقة راح تعرفون شنو. بس هنا اكو فيك شوية الجامعة هاي تختلف عن الباقي. هنا من تقدم على الماستر طالبين اسم المدرسة الاعدادية وموقعها وهيج تفاصيل بس ما طالبين الشهادة. انتبه الشهادة ما مطلوبة بس طالبين هاي المعلومات. ليش ما اعرف يعني هاي اول جامعة هيج تطلب. تكمل هاي تمليها هنا المعلومات. عندك جي ار اي عندك توفل. طبعا هذا للجي ار اي والتوفل جماعة الجي ار اي والتوفل. على المستقبل لا لازم يعني الما عنده هسه خلي بس يشوفها ويرتب حاله. يعني انا مليت مثلا عشوائي انا مكمل تقديم معلومات. هذا مثلا بي دي اف هيك تطلع لك هيك شيء بس تعال تعوفه الابلكيشن. هذا ستيتس اي ابلكيشن از ريسيفد. انا اصلا دازلهم فهم ايش دزولي هذا الايميل. اي هذا الايميل مو لو غيره. هذا دزولي هذا الايميل application is received يعني وصل الابلكيشن. شيء بسيط ملو. هذا هو هذا رابط التقديم. زين هاي نروح من عندها. خلينا نشوف وين وصلنا. هاي عرفنا شلون نقدم. انتبه هسه كلامي دراسات عليا البكالوريوس ما لك دخل. امتحان اللغة الخاص بالجامعة للي يريد يمتحن رابط اسفل الفيديو. طبعا هذا هو الامتحان عبارة عن ريدنج و اكسامشن اكزام عفات رايتنج عندهم وعندهم لسننج يعني ثلاث اجزاء بي. ورابط حيكون اسفل الفيديو انت شوفه قدامك. بعد شنو عندنا؟ نظام الطالب الخاص الجامعة بيها ولو ما منشور ما شفته بس أنا متأكد بيها لأن صديقي سجل بيها سبيشال ستيودنت. طبعا حتى السبيشال ستيودنت يكون رخيص بس المشكلة شنو؟ إنه حتى بالسبيشال ستيودنت يطلبون يدسة أو توفل. يعني يدسة يطلبون 65 فما أنصح بيه أبد. وبالنسبة لأي شخص يريد يعرف شنو السبيشال ستيودنت أو الطالب الخاص يدخل على فيديو مال تقديم على جامعة سمير التقنية. انا شارح الموضوع هذا. زين هسه احنا شنو خلصنا الدراسات العليا عرفنا تخصصات عرفنا شلون نقدم نعوفها. ننتقل على تخصصات البكالوريوس. هاي البكالوريوس موجودة هاي الاقسام قدامكم عدد المقاعد شوفوها. كيفية التقديم رابط التقديم راح يكون اسفل الفيديو موجود. رابط التقديم هذا رابط التقديم للبكالوريوس هذا موجود عندك.
الحلو انه الجامعة معلمتك شلون تقدم بالبكالوريوس. تدوس هنا على هذا الفيديو يطلع لك انه شلون تقدم من الاول للاخير. فهذا هم موضوع يعني ما راح انا اشرح شلون تقدم، هو مذكور. بالنسبة للبكالوريوس اتوقع وبنسبة كبيرة انه السات او اليوز ما غير اساسي للتقديم، لان ما اعرف شو قرأت هيك شيء يعني حسيته للامانة ما جربته، بس اتوقع ما يقبلون. انت ما خسران شيء، قدم، فرصة عظيمة، جامعة قوية وبالانجليزي. الاقساط الدراسية نجي على السكن الجامعي. الجامعة هاي بيها شيء كلش حلو، موفرة باكيجات للطلاب، باكيج القسط الدراسي ويا السكن داخل الجامعة. ملخص هذا الشيء ان الجامعة توفر عرض للطلاب. نجي اول شيء على الاقساط، البكالوريوس بالسنة 3000 ليرة، عدا قسم ادارة اعمال 2300 ليرة بالسنة. الاقساط مع الدراسات العليا 1500 ليرة بالسنة. القسم الداخلي لمدة سنة دراسية اللي هي 9 أشهر 3600 ليرة، يعني تقريبا $700 أشوفها مناسب إذا كان سكن نظيف ومرتب، كلش مناسبة. ملاحظة، طلاب الدراسات العليا حسب ما مذكور بالموقع الجامعي ما يضمنوا لهم مقعد بالقسم الداخلي، يعني مو ماكو غارنتي. وأكو في التفاصيل وأكو في مواضيع أخرى عن السكن الداخلي ما إذا تطرق لها. يعني كسر بجمع، الأقساط الدراسية والسكن داخل الجامعة كلها ب 1200 إلى 1600 دولار بالسنة ويا السكن، مو قسط الجامعة. قسط الجامعة يعني تقريبا 7 ورقات هيجي. هذا انتهينا من عنده. مواعيد مهمة، دراسات العليا ينفتح التقديم 28/5 وينسد يوم 18/7. البكالوريوس يعني تفاجأت بي مفتوح من شهر 13/11 وينغلق 3/8/2018. شكرا لمتابعتكم، تابعوا قناتنا على اليوتيوب، صفحة الجامعات التركية على الفيسبوك. للمساعدة بالتقديم مراسلة الصفحة، تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح الدائم.